السلام عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للحصة الخامسة من الوحدة الثانية جسم الإنسان، المرجع الجديد في النشاط العلمي للمستوى الأول. إذن عنوان درسنا لهذا اليوم التنفس لدى الإنسان. التنفس لدى الإنسان، الأهداف التعلمية: أربط العلاقة بين التنفس وسرعة نبض القلب، و أعرف كيف تؤثر التمارين الرياضية على نبض القلب. إذا وضعية الانطلاق: يقوم هؤلاء الأطفال بحركات مختلفة. إذا لدينا كمال، زينب وحسن. إذا لاحظوا معي، كمال يجري، زينب تقفز على الحبل، وحسن واقف لا يقوم بأي حركة. إذا ما هو السؤال؟ لماذا قبل أن أطرح السؤال، عند القيام بمجهود بدني ترتفع أو يرتفع عدد ضربات القلب وكذلك التنفس يصبح سريعا. إذا سؤال تقصي: لماذا ارتفع عدد ضربات قلب كل من كمال وزينب؟ إذن لماذا حددنا فقط كمال وزينب؟ لأن كمال وزينب يقومان بمجهود بدني، بينما حسن لا يقوم بأي حركة. إذن لأن زينب تقوم بالقفز على الحبل، هذا بالنسبة للفرضية الأولى. هنا حسن لا يقوم بأي حركة، لهذا عدد ضربات قلبه لم تتغير. وكمال يجري لأن زينب تقوم بالقفز على الحبل، ولأن كمال يجري. أجرب وأختبر. أجس نبضة حسن قبل الجري، إذا حسن قبل الجري تكون نبضة قلبي عادية، ولكن أجس عندما نجس عدد نبضات حسن بعد قيام بتمرين رياضي سنجد أن نبضة قلبه قد تغيرت وأصبحت سريعة. إذا أجس نبضة حسن قبل الجري وأجس نبضة حسن بعد القيام بتمرين رياضي. ضربات قلب حسن قبل الجري سريعة بطيئة، إذا بطيئة. ضربات قلب حسن بعد الجري سريعة. ودون أتقاسم، عندما أمارس الرياضة ترتفع عدد نبضات قلبي، يرتفع عدد نبضات قلبي. وعمم أطبق: يرتفع عدد ضربات قلبي عندما أمارس حركتي الرياضية أو أبذل مجهودا. إذا يرتفع عدد ضربات قلبي عندما نقوم بحركات رياضية أو نبذل مجهودا. ألون بالأحمر القرص الذي يشير إلى ارتفاع عدد ضربات القلب. إذا الجلوس براحة، يعني لا نقوم بأي مجهود بدني، إذا تكون عدد ضربات القلب تكون بطيئة. الجري، إذا الجري تتسارع وترتفع نبضات القلب. إذا هنا تمرين رياضي، تسلق الجبال أيضا ترتفع عدد ضربات القلب، وممارسة ركوب الدراجة أيضا ترتفع عدد ضربات القلب. أضع علامة زائد لما يفيد التنفس وعلامة ناقص لما يضر.
إذا لاحظوا معي هنا، لاحظوا معي ركوب الدراجة قرب عوادم السيارات، إذا يضر بالجهاز التنفسي. لعب التمارين الرياضية في الغابة، إذا مفيد للتنفس. الجلوس قرب شخص مدخن، إذا يضر جهاز التنفس. أضع علامات زائد تحت من يستفيد جهاز التنفسي أكثر، إذا لعب الرياضة الجهاز التنفسي يعني يستفيد أكثر. هنا اللعب داخل المنزل لا يستفيد كثيرا جهازنا التنفسي. لدينا هنا لعب الألعاب الإلكترونية كذلك لا يستفيد. السباحة جهازنا التنفسي يستفيد. أجيب بصحيح أم خطأ، صحيح أو خطأ خ. يستطيع الإنسان التنفس تحت الماء، خطأ. يستطيع الإنسان العيش دون هواء، خطأ. لا أستطيع العيش بدون هواء ولا أستطيع التنفس تحت الماء. أستطيع التنفس من فمي، صحيح. التدخين مضر بالرئتين، نعم صحيح. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.